بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. حنأخذ مشيئة الله رسم الدوال. حنحاول الجزء الماضي اللي أخذناه حنعيده ونشرحه بالتفصيل بمشيئة الله. المثال السابق حنشرح رسم الدوال. طبعا احنا نفترض نتبع بعض التعليمات أثناء الرسم. لما نجي نرسم دالة، في الحقيقة في البداية لابد نحدد نطاق هذه الدالة، برضو عشان يعني بداية لابد نحدد المنطقة اللي موجود فيها الدالة. يعني عند الرسم ننتبه لهذه النقاط الأساسية عند الرسم. أو بداية الرسم نحتاج إلى أن ننتبه إلى النقاط التالية. نشوف المنطقة الطبيعية لوجود الدالة، يعني نحدد نطاق الدالة. طبعا هذا مهم جدا، لأنه أحيانا في بعض النقاط الحرجة نستثنيها إذا كانت هذه النقاط غير موجودة في نطاق هذه الدالة. نحدد نقاط انفصال الدالة، وبعد كذا نشوف الفترات، ندرس الفترات المفتوحة لتزايد وتناقص الدالة زي ما هنشوف الآن في المثال القادم، وتناقص الدالة. بعد كذا نحدد ما هي النقاط العظمى، نحدد نقاط النهاية العظمى والصغرى للدالة. نحدد طبعا باستخدام المشتقة الثانية أو باستخدام اختبار المشتقة الأولى. نحدد النهايات العظمى والصغرى للدالة. برضه مهم جدا ندرس نقاط أو مناطق تحدب المنحنى. طبعا عشان نعرف مناطق تحدب المنحنى هستخدم المشتقة الثانية. هستخدم المشتقة الثانية طبعا من خلال أنا لو حليت المشتقة الثانية، لو وضعت المشتقة الثانية بصفر الصوت والصورة واضح عندكم يا شباب؟ أنتم معي؟ طيب. طبعا حندرس نقاط الانقلاب، طبعا أو لإيجاد نقاط الانقلاب حنوجد الإيه؟ ححل أوجد المشتقة الثانية وأساويها بالصفر نقاط الانقلاب. أحاول أوجد نقاط التقاطع مع المحاور. نقاط التقاطع مع المحاور، مثلا مع محور إكس ومحور واي، يعني أوجدها بقدر على قد ما نستطيع. بعد كده أشوف لو في عندي خطوط التقاربية، أشوف عندي آخر خطوة، أشوف الخطوط، أدرس الخطوط التقاربية فيما لو كان في عندي خطوط تقاربية أفقية أو رأسية. طبعا وهذا لو كانت عندي الدالة كسرية. طبعا في الحقيقة الموضوع كبير جدا ويحتاج محاضرات كثيرة، لكن احنا حنكتفي به. لو عندي دالة كثيرة حدود ودالة كسرية حناخذ مثال في الحالتين. الآن حننتقل لمثال ونشرح الكلام هذا بالتفصيل ونوضحه ونوضح هذا المثال.
طيب هناخذ مثال بسيط، مثال عاوزين ايه؟ مطلوب عندي ارسم منحنى الدالة التالية اللي هي معرفة f of x هاي تساوي y وتساوي 3x ماينس x كعيب. طبعا الباك مفتوح يا شباب، اللي لديه سؤال او استفسار بامكانه ايه بامكانكم تسألوا. طيب هنشوف الحل الآن. الحل بسيط جدا، طبعا عندي هنا الدالة كثيرة في حدود، المشاكل حتكون فيها قليلة جدا أو تقريبا منعدمة. طيب رقم واحد، طبعا رقم واحد عندي الدالة f of x كثيرة حدود، دالة كثيرة حدود، وبالتالي النطاق لها r، معرفة لجميع قيم r. إذا حنقول معرفة لجميع قيم x والموجودة في r، ما فيش أي مشكلة. إذا النطاق هنا r، هذا المجال أو النطاق r، والمدى برضو r، ما فيش أي مشكلة خالص. طيب نقول رقم اثنين، في الحقيقة احنا في مسألتنا نحتاج نوجد المشتقة الأولى والمشتقة الثانية، لكن ما فيش مشكلة. إذا رقم اثنين نوجد ايه؟ النقاط الحرجة، نوجد النقاط الحرجة، نوجد النقاط الحرجة، ومنها نحدد ايه؟ هل هذه النقاط قيم عظمى أم صغرى؟ لإيجاد النقاط الحرجة حنوجد ايه؟ حنوجد المشتقة الأولى، حروح اشتق الدالة، الدالة تبعي هنا، أو دالة كثيرة حدود، مشتقتها حتبقى ايه؟ حروح مشتق هنا عندي 3 الإكس بواحد، وحشتق إكس كعيب اللي هي ماينس 3 إكس تربيع. طيب حساويها بالصفر. إذا لإيجاد النقاط الحرجة حنقول إيه؟ حنحسب المشتقة الأولى وأساويها بالإيه؟ وأساويها بالصفر. نعم. معلش معي محاضرة الآن. ابني بالبلاك بورد، افتح بالبلاك بورد. افتح بالبلاك بورد، مع السلامة. طيب لإيجاد حل هذه المعادلة راح أسويها بالإيه؟ أساوي المشتقة بالإيه؟ بالصفر. وأوجد الجذور. نضع يا شباب، ضعوا في الجروب عندكم من المحاضرة عبر البلاك بورد. في بعض زملائكم يسأل الآن، نحضر يا دكتور عندك؟ لا، في البلاك بورد، افتحوا البلاك بورد الفصل الافتراضي. طيب فأنا لإيجاد النقاط الحرجة أحسب المشتقة وأساويها بالصفر، راح أساويها بالصفر هنا. إذا أنا أريد أوجد حل هذه المعادلة. طبعا حبسط هنا، لو قسمت هنا على 3 وأقسم هنا على 3 حيديني إيه؟ حيديني 1 ماينس إكس تربيع يساوي صفر. ونروح نحل هذه المعادلة، كفرق بين مربعين، أو نقول للطرف الآخر وأوجد الجذر. يعني أنا لو كتبتها بهذا الشكل، أو لو ضربت الطرفين في سالب، حتبقى عندي إكس تربيع ماينس 1 يساوي صفر. وأحل هذه المعادلة، إما نقول هذا للطرف الآخر وأوجد جذر الطرفين، أو أحل فرق بين مربعين، حتبقى بهذا الشكل، إكس زائد 1 ويساوي صفر. طبعاً عندي مقدارين مضروبين في بعض، حدي لي الناتج بإيه؟ بزيرو. إذا هذا الناتج
المقدار ده احطه بصفر او هيبقى اكس ماينس 1 يساوي صفر اور اكس بلس 1 يساوي 0. وبالتالي انا عندي حلين، حنقول هذا الطرف الاخر حيبقى عندي اكس تساوي 1 وعندي هنا اكس تساوي ايه؟ سالب 1. وبالتالي لدي قيمتين حرجتين اللي 1 وسالب 1. طيب الان حدرس هل القيم الموجوده معي عظمى ولا صغرى؟ حستخدم في الحقيقه اختبار المشتقه الثانيه. حستخدم اختبار المشتقه الثانيه. طبعا لاستخدام اختبار المشتقه الثانيه ابدا احسب هنا المشتقه الثانيه، انا احتاج الان طبعا بالامكان نقرب برضه باستخدام الايه؟ المشتقه الاولى. طيب افترض احنا المشتقات نروح عاملينها في الحقيقه في البدايه، وكل ما احتاجنا لها نعود اليها. المشتقه الثانيه اللي حتكون مشتقات هذا المقدار حيدي لي المشتقه الثانيه، اذا هذه القيمه اللي هنا، هذه القيمه اللي هنا هي في الحقيقه ايه؟ هذه المشتقه الاولى، هذه المشتقه الاولى. المشتقة الثانية حاشتق الثلاثة بصفر، وعندي ماينس ثلاثة اكس تربيع مشتقتها به بستة اكس. إذا هذه المشتقة الثانية في الحقيقة الآن حستخدمها في دراسة أو مع التحقق هل القيم الموجودة معها قيم عظمى ولا صغرى. حنكون الجدول البسيط التالي، وهذا الجدول حيلخص لي المعلومات. حعمل الجدول التالي، قال هنا النقاط الحرجة. طبعا أنا عندي نقطتين، ماشي، نكتب النقاط الحرجة، ممكن تكون واحدة ممكن تكون اثنتين على حسب. فأنا عندي نقاط الحرجة أو بلاس 1، وعندي النقطة الثانية اللي إيه، خلونا نكتبها هنا تحت، والنقطة الثانية اللي إيه ماينس 1 هكتبها هنا. طيب هحسب هنا قيمة المشتقة الثانية عند هذه النقطة الحرجة. النقطة الحرجة حرمز لها بالسي مثلا، وبعدين أشوف هنا إشارة المشتقة الثانية، وبعدين هنا هاخذ الخلاصة، يعني هقول هي عظمى. طيب هروح أحسب قيمة، هعوض في المشتقة الثانية، هنا في المشتقة الثانية هعوض في المشتقة الثانية أنا الإكس بواحد، وأروح في الطرف الآخر هنا في هذا المكان حيبقى عندي سالب ستة في واحد، إذا المشتقة الثانية بإيه؟ سالب ستة. طيب إذا الإشارة سالبة، أجيل المشتقة الثانية عندي إكس بسالب واحد، وأعوض تعويض إيه مباشر، حيبقى سالب ستة في سالب واحد هيدي لي إيه؟ هيدي لي موجب ستة، إذا الإشارة إيه؟ موجبة. وبالتالي بحسب الاختبار اللي قلنا قبل كده، إذا كانت إشارة المشتقة الثانية سالبة حتكون القيمة عظمى. إذا عند النقطة واحد أروح أحسب صورة الواحد، أحسب صورة الواحد في الدالة حق إف الأصلية، الدالة الأصلية حيبقى إيه ثلاثة في واحد ناقص واحد تكعيب، حدي لي حيعطيني اثنين. إذا هذه الخلاصة، هذه النقطة عظمى محلية. طيب برضو النقطة سالب واحد حتكون صغرى محلية لأنه إشارة المشتقة موجبة، أروح حاسبها هنا أهو إف سالب واحد، أعوض في الدالة الأصلية حتجيب لي الصورة، صورة سالب واحد عشان أرسمها في الحقيقة. أنا عمال الآن أجهزها لأجل الرسم، أروح أحط إكس بسالب واحد، عندي هنا سالب، طبعًا سالب واحد تكعيب، عندي هنا سالب واحد أس عدد فردي، حيدي لي يعطيني الإشارة سالب، سالب في سالب موجب، موجب واحد وهنا سالب ثلاثة، حيعطيني الناتج إيه؟ سالب اثنين. وهذه خلاص اتفقنا، قلنا حنقول عليها صغرى لأنه إشارة المشتقة موجبة. صغرى محلية.
طيب، ونكون بكذا أول خطوة مهمة عملناها. نجي للخطوة اللي بعد كذا، هنوجد نقاط الانقلاب ومنها حنحدد إيه التقعر أو التحدب، هل هو إلى أعلى أم إلى أسفل. إذا حنقول إيه، حنوجد، إذا حنقول نوجد نقاط الانقلاب طبعا لإيجاد نقاط الانقلاب، لإيجاد نقاط الانقلاب الممكنة نضع أو نوجد جذور المشتقة الثانية الإف إكس يساوي زيرو. نحل هذه المعادلة، يعني راح أحط المشتقة الثانية أو هذه المشتقة الثانية 6 إكس يساوي صفر. طبعا اللي حيحقق لي هذه المعادلة إيه؟ حتبقى إكس بصفر. في الحقيقة هذه نقطة إيه؟ هذه نقطة انقلاب، هذه نقطة الانقلاب الممكنة. طبعا ننتبه لابد تكون إيه؟ النقاط هذه موجودة في نطاق الدالة، والدالة عندي في الحقيقة كثيرة حدود، وبالتالي ما في أي إشكالية خالص. النقطة صفر هذه حتقسم لي المحور، محور إكس إلى قسمين، من ما لا نهاية سالب ما لا نهاية إلى الصفر، وبعدين عندي من صفر إلى إيه؟ إلى ما لا نهاية. إذن هذه النقطة نقطة الانقلاب، يعني حيكون في هذه المنطقة إما تحدب إلى أعلى أو إلى أسفل والعكس. طبعا مش حتكون انقلاب إلا إذا في تغير في التحدب، إذا ما فيش تغير في التحدب ليست نقطة انقلاب مؤكد. طيب، برضو حنلخص معلوماتنا في الجدول التالي، برضو حنكون التحدب إلى أعلى إلى أسفل، حندرسه ونلخصه في الجدول التالي. طبعا حنلخص المعلومات في جداول عشان لما نجي نرسم تبقى الأمور واضحة لدينا. إذا حنقول نكون الجدول الآتي، حنكون هذا الجدول. الجدول هو عبارة عن الفترات، طبعا أنا عندي فترتين فقط اللي حتبقى من سالب ما لا نهاية إلى حد الصفر، وبعدين عندي من الصفر، طبعا الفترات المفتوحة من الصفر إلى ما لا نهاية. عندي الأعمدة في الجدول، طبعا حت هنا حيبقى الفترات، وهنا حاخذ قيمة k، وهنا حاخذ المشتقة الثانية. لاختبار التحدب حستخدم ايه؟ حستخدم اختبار المشتقة الثانية. طيب، طبعا الجدول هذا حنكونه لدراسة ايه؟ لدراسة التحدب. طبعا احنا حنكتفي بكلمة تحدب عشان ما نخلطهاش مع التقعر. لدراسة التحدب. طيب عندي هنا اللي حنحسب المشتقة الثانية عند كي، وبعدين حنقول ايه؟ إشارة هذه المشتقة الثانية، هل هي موجبة أم سالبة؟ وإحنا لدينا قواعد خلاص قلناها. وبعدين هنا الخلاصة، حقول التحدب هل هو إلى أعلى أم إلى أسفل؟ طبعاً والتحدب هذا حيعطيني مساعدة أو هنت للرسم. طب أنا حاخذ قيمة كي قريبة من الصفر مثلاً، حاخذ واحد، ودي واحد إحنا لسه حاسبينها قبل قليل. في الحقيقة وين حاخذ سالب واحد، حتوفر علينا وقت. المشتقة الثانية عند واحد احنا لسه حاسبينها قبل قليل، يعني اعوض في المشتقة الثانية حيعطي لي سالب ستة. برضو هنا المشتقة الثانية عند السالب واحد حسبناها طلعت لي ايه؟ طلعت لي موجب ستة. اذا اشارة المشتقة هنا سالب، وهنا ايه؟ هنا بلس. واحنا كما قلنا قبل كده، إذا كانت إشارة المشتقة سالب التحدب إلى أعلى، التحدب يعني المنحنى حقي حيتفرج لفوق، المنحنى حقي حيبقى بهذا الشكل، حيتفرج إلى فوق كده. إذا التحدب حنقول محدب إلى أعلى، وإذا كانت إشارة المشتقة موجب حيبقى المنحنى بتاعي حيتفرج لتحت. إذا حنقول محدب إلى، في الحقيقة بدأنا نقرب أو نحصل على معلومات في الحقيقة مساعدة،
طيب الآن نبدأ بالرسم. طبعا قبل الرسم لابد أحدد ما هي النقاط اللي حمثلها على في المستوى. في عندي حقول نقاط هامة، إيش النقاط الهامة اللي في الحقيقة أنا أحتاجها أثناء الرسم؟ طيب النقاط الهامة رقم واحد، أريد النقاط الحرجة. النقاط الحرجة يعني حشوف النقاط الحرجة ححطها فين، لأن هذه النقاط اللي الحرجة في الحقيقة اللي حتكون إما عظمى أو صغرى. فالنقاط الحرجة أنا عندي، أنا حسبتها قبل قليل، كانت النقاط عندي الحرجة واحد وسالب واحد، ورحنا صورناهم باستخدام الإيه؟ باستخدام الدالة، أو باستخدام الدالة إف، حتبقى صورة الواحد اثنين وصورة سالب واحد. تكلم ابني، في أحد له سؤال؟ في واحد رافع يده. أنتم معايا شباب؟ الصورة واضح؟ أنتم معايا؟ اليوم المحاضرة صوت وصورة. أنتم معايا شباب؟ تابعين؟ برافو عليكم أنتم. طيب. أيوه تمام، واضح واضح. هذا الحمد لله. طيب إذا أول نقطة اللي هي نقاط الحرقة، ثاني نقطة في الحقيقة إحنا نحتاج إيه؟ أنا حبدأ بالنقاط على أهميتها، نقاط الانقلاب. يعني نقاط الانقلاب المنحنى بتاعي حيتغير، قبلها حيكون شكل وبعدها شكل، عشان كذا نقول عليها انقلاب. أما إذا ما تغيرش الشكل يبقى إيه؟ طيب نقاط الانقلاب إحنا إيه؟ حسبناها، ساوينا المشتقة الثانية بصفر، وبعدين رحنا صورنا الصفر باستخدام الدالة. لأن عندي أحتاج أرسم نقطة الانقلاب. رقم ثلاثة، أحاول إيه؟ أوجد نقطة التقاطع مع المحاور. يعني كل ما كانت الدالة بسيطة بتاعتي أستطيع إيه؟ أوجد نقاط التقاطع مع مثلا محور إكس ومحور واي، كلما أمكن ذلك. طيب فأنا لإيجاد نقاط التقاطع، لإيجاد نقاط التقاطع مع محور إكس، حبدأ نقاط التقاطع مع محور إكس، أوجد نقاط، حروح حقول نضع واي بصفر. طبعا لما أضع واي بصفر خلاص المنحنى بتاعي مش حيمر في الواي، حيمر في محور اكس. اضع واي بصفر فين؟ في الداله الاصليه، ارجع للداله المعطاه. يعني عندي الداله المعطاه كانت اي واي يساوي 3 اكس ماينس اكس تكعيب. فانا هحط هنا الواي بصفر، احب واي بصفر، واحل المعادله بتاعتي واوجد جذورها ماينس اكس تكعيب. فانا هاخذ الاكس مشترك، طبعا انا لما هاخذ مشترك هاخذ الاقل درجه، هاخذ اكس مشترك حبقى ثلاثه على واحد، ثلاثه وبعدين اكس على اكس بواحد ناقص، لانه سالب واحد على واحد اللي قدام الاكس، اكس تكعيب على اكس حيدي لي ايه؟ حيدي لي اكس تربيع، وهذا حيساوي ايه؟ الصفر. واوجد الجذور، انا عندي قيمتين مضروبه في بعض تساوي الصفر. فحقول إما إكس بصفر أو ثلاثة ماينس إكس تربيع يساوي صفر، وروح ناقل هذه القيمة الطرف الآخر بإشارة إيه؟ بإشارة مخالفة. بالتالي حيبقى عندي هنا إيه؟ حيبقى عندي إكس تربيع أقول الطرف الآخر يساوي ثلاثة. طبعا خلاص هنا أوجدنا هذه النقطة اللي في الحقيقة نقطة الانقلاب اللي هي صفر وصفر، وحل إكس تربيع يساوي ثلاثة، خذ جذر الطرفين. طبعا احنا كما عددنا ناخذ جذر الطرفين، حاخذ بسالب او زائد. طبعا ثلاثه هنا حتبقى تحت الجذر، هذا عدد غير نسبي، ما استطيعش ايه اوجد الجذر. اذا انا عندي ثلاث نقاط تقاطع. النقطه الاولى، طبعا احنا قلنا نقاط التقاطع مع محور اكس يعني واي بصفر، نقطه التقاطع مع محور اكس يعني قلنا واي بصفر، نقطه التقاطع مع محور اكس قلنا واي بايه بصفر، وهكذا. اول نقطه اللي صفر وصفر، ثاني نقطة لي جذر ثلاثة، ثالث نقطة لي سالب جذر ثلاثة.
إذا المنحنى بتاعي لابد يقطع محور إكس عند هذه النقاط. طيب الآن حنقول نقاط التقاطع مع محور واي. طبعا لما أريد أوجد نقاط التقاطع مع محور واي نضع إكس بكام؟ بصفر. فين أضع إكس بصفر؟ في الدالة بتاعتي اللي هي إيه؟ أروح أكتبها مرة ثانية. حكتبها مرة ثانية أو حكتب الدالة بتاعتي مرة ثانية. واي يساوي 3x ماينس اكس تكعيب. حضع اكس هنا بصفر، أضع هنا اكس بصفر، إذا حدي لي واي. حيبقى 3 في صفر بصفر، وهنا اكس بصفر بصفر. إذا بالفعل برضه نقطة التقاطع مع محور واي صفر بصفر، اللي هي في الحقيقة هذه النقطة. إذا برضه طبعا في مسألتنا بسيطة جدا. طيب إذا هذه في الحقيقة الآن احنا مستعدين للإيه؟ للرسم. الآن مستعدين للرسم. أبدأ أمثل هذه النقاط. حمثل حروح جاب عندي هنا هذا محور واي، وهذا عندي أو محور إكس. طيب هذا محور واي، وهذا محور ايه؟ محور اكس. طيب ابدأ بتحديد نقاط الحرقة، طيب او ما في مشكلة احدد نقاط التقاطع لمحور اكس. خلوني اخذ لون اخر. نقاط التقاطع هذه نقطة، وعند النقطة قدر 3، لو قلنا دي 1 مثلا، ممكن وهذه نقطة 2، ممكن يكون قدر 3 هنا. لو قلنا مثلا هذه سالب 1 وهذه سالب 2، ممكن تكون نقطات التقاطع عندي هنا. إذا حددنا نقاط التقاطع على محور X وبرضه على محور Y صفر بصفر، لأن دي حتفيدني، لأن الرسم بتاعي حيبقى فين ولا فين. طب نجي للنقاط الحرقة. النقاط أول نقطة حرقة عند 1 و2، إذا حقول هنا مثلا واحد، إذا حق النقطة ممكن مثلا تكون هنا. إذا هذه النقطة الحرقة اللي هي 1، وهذه مهم جدا. وعندي النقطة الأخرى عند سالب 1 وسالب 2 مثلا، حتبقى هنا. إذا هذه سالب 1 وسالب 2، هذه النقطة الحرقة الثانية. طيب عندي التقعر، نقطة الانقلاب، خلاص هذه نقطة الانقلاب اللي هي صفر صفر. إذا عند هذه النقطة حيتغير المنحنى حقي أو الكوباية حقي، حتكون مفتوحة لا تحت، بعدين حتكون مفتوحة لفوق. إحنا لو رجعنا للجدول السابق، رجعنا الجدول اللي لخصناه، شوفوا الكوباية بتاعتنا إيه، الكوباية كذا بعدين قلبناها. إذا حق المنحنى يعني كهنت، حق المنحنى المفروض يكون بهذا الشكل، يعني المفروض شكل المنحنى، وبالتالي هنا حتبقى قيمة صغرى وهنا قيمة عظمى. التحدب اللي حصلنا عليه في هذا الجدول يعطيني هنت أن الرسمة حقي حتبقى بهذا الشكل. طيب يلا تعالوا نشوف الآن. إذا عندي بين سالب ملا وصفر تحدب إلى أسفل، يعني المنحنى حقي حيتفرق إلى أسفل أهو. إذا عند هذه النقطة، إذا من صفر إلى من سالب ما لا نهاية إلى هذه النقطة، حب المنحنى حقي ينظر إلى تحت أو محدب إلى الأسفل. أحرح راسم كذا. إذا بالتالي هذه النقطة حتكون صغرى محلية. وبعدين من صفر إلى ما لا نهاية حقلب هذا المنحنى، حيبقى التحدب الى اعلى. حرح راسم هنا. طبعا حيمر بنقاط التقاطع. اذا هذا المنحنى المطلوب. وبالفعل اهو عندي هنا هذه قيمه عظمى وهذه قيمه صغرى، وعندي هذه نقطه الانقلاب اللي فيها ايه، المنحنى بتاعي غير سلوكه من تحدب الى اسفل الى تحدب الى اعلى. طيب برضه احيانا
في أمثلة أخرى أو مسائل أخرى توفر عليه هذا الجهد تماما. يعني في بعض المسائل يعطيني هو البيانات ويطلب مني الرسم، وهذه في الحقيقة كويسة، خاصة في الاختبارات توفر علينا وقت كبير. مثلا عندي حنقول مطلوب، أو حنقول مطلوب أو ارسم الدالة، مطلوب رسم الدالة اللي إيه؟ التي تحقق الشروط الآتية، التي تحقق الشروط الآتية. طيب نجي للشروط، نشوف الشروط مع بعض اهي. يقول لي قيمة الدالة، قيمة الدالة عند صفر يساوي واحد، قيمة الدالة عند اثنين يساوي ثلاثة، المشتقة عند الصفر تساوي المشتقة عند الاثنين ويساوي واحد ويساوي الصفر. طبعا مباشرة لما يقول لي قيمة المشتقة عند قيم معينة استنتج على طول الصفر والاثنين قيم حرجة. الصفر والاثنين هنا هي النقاط الحرجة. إذا في أول معلومة، هذه المعلومة هذه تعطيني في الحقيقة النقاط الحرجة. خلينا نكتبها، هي تعطيني النقاط الحرجة. يعني لما يقول لي المشتقة عند قيمة معينة تساوي صفر، هذه يعطي لي الايه؟ النقاط الحرجة. طيب نشوف ايش كمان من المعلومات. الآن حيقول لي حيجيب لي معلومات، هل الصفر عظمى ولا صغرى؟ هل الاثنين عظمى ولا صغرى؟ إذا هذه أول معلومة في السؤال حددت لي ايه؟ هذه حددت لي النقاط الحرجة. طب المعلومة الثانية في الحقيقة حتفيدني، حيقول لي المشتقة اوف اكس أقل من الصفر إذا كانت الاكس تحقق ماين، إذا كانت الاكس ماينس واحد أكبر من واحد، أو ممكن يجيب لي جاهزة محلولة. طبعا هذه حليناها قبل كده، قلنا اكس ناقص واحد أكبر من واحد، أو اكس ماينس واحد أقل من إيه؟ من سالب واحد، وأبدأ أشتغل أحل متراجعات، حنقول هذه القيمة إلى هنا، يعني ممكن نجيبها جاهزة، حيبقى إكس أكبر من اثنين، أور وحنقول السالب واحد للطرف الآخر حيبقى بصفر، إذا إكس أقل من الإيه؟ أقل من الصفر. إذا عندما إكس أكبر من اثنين وإكس أقل من الصفر، المشتقة حقي أقل من الصفر. طبعا هذه المعلومة تعطي لي إيه؟ إنه الدالة في هذه الفترة تناقصية. هذا يعطي لي المعلومة أن الفترة عندي إيه؟ تناقصية. طيب معلومة أخرى يقول لي المشتقة أكبر من الصفر، راح يقول لي المشتقة برضه أوف أوف إكس أكبر من الصفر إذا تحقق ما يلي. برضه ممكن تجي لي كذا قيمة مطلقة أو تجي لي جاهزة إذا كانت إكس ماينس واحد أقل من واحد. يعني ممكن تجي لي جاهزة كذا أو تجيب هذا الشكل وإحنا نحلها، حنقول هذا إيه؟ صحيح إذا وإذا فقط لو كانت إكس ماينس واحد أقل من واحد وأكبر من إيه؟ من سالب واحد. وأحل هذه المتراجعة، حضيف إيه؟ حضيف موجب واحد لجميع الأطراف. لو ضفت هنا موجب واحد وسالب واحد حيبقى هنا صفر. لو ضفت هنا موجب واحد حيبقى إكس. لو ضفت هنا موجب واحد حيبقى اثنين. إذا هذه المعلومة في الحقيقة تعطيني ايه؟ ان الداله بتاعتي في هذه الفتره ايه؟ تزايديه. اذا المعلومه رقم اثنين تحدد لي التزايد او التناقص، ومنها هحدد الصفر هل هي عظمى؟ هل هي صغرى؟ الاثنين هل هي عظمى؟ هل هي صغرى؟ وهكذا. هنشوف مع بعض الان. طيب في معلومه ثالثه، في الحقيقه المعلومه الثالثه يعطيني ايه؟ فكره عن التحدب. التحدب ونقاط الانقلاب. يقول لي المشتقة الثانية اوف اكس اكبر من الصفر، هذا يقول لي على التحدب. اذا التحدب حيكون ايه؟ التحدب حيكون الى
إلى أسفل. إمتى؟ لو كانت إكس أقل من واحد. إذا كانت إكس أقل من واحد، التحدب بتاعي حيكون إيه؟ اللي للأسفل، يعني حيكون بهذا الشكل، يعني الدالة تتفرج لتحت الرسمة. طيب لو كانت المشتقة أقل من الصفر، لو كانت عندي المشتقة أوف إكس أقل من الصفر، إف إكس طبعا هنا واحد، إف إكس أكبر من الواحد. هذه المعلومة تقول لي أن المنحنى محدب إلى أعلى، يعني المنحنى بتاعي حيتفرج إلى فوق. إذا الواحد حتكون إيه؟ الواحد نقطة انقلاب. طيب في الحقيقة أنا وضعت السؤال ووضعت الإجابات عليه مباشرة. الآن أستطيع ألخص معلوماتي هذه. الآن أصبحت الأمور جاهزة للرسم باستخدام هذه المعلومات. ما علي إلا مباشرة ولتوفير الوقت حروح للإيه؟ طبعا حروح للرسمة وأبدأ أحدد حقي النقاط الحرجة، وفي الحقيقة خلاص. طيب للرسمة خلاص أنا عرفت الواحد، إذا حنقول النقاط أو النقطتان النقاط الحرجة من المعلومات اللي جابها اللي في المسألة، لأنه قال المشتقة عند الصفر عند الاثنين بالصفر. إذا النقاط الحرجة هي الإيه؟ هي الصفر والاثنين. طيب من فين حعرف صورة الصفر؟ هو جابها لي، قال لي الدالة بتاعتي عند الصفر بواحد، والدالة بتاعتي عند الاثنين الصورة ايه؟ ثلاثة. إذا هذه أول معلومة. طيب رقم اثنين، التحد النقاط الانقلاب. نقاط الانقلاب حعرفها من فين؟ باستخدام المشتقة الثانية، لأنه حيكون التحدب عندي ايه؟ نقطة الانقلاب في الحقيقة ايه؟ نقطة الانقلاب واحد. طبعا الواحد حتكون على المنحنى، يعني عند الواحد حيتغير التحدب. يعني مثلا عندي لو اكس اقل من واحد بحسب ما هو جايبها لي في المسألة، المشتقة الثانية اكبر من الصفر، اذا التحدب للأسفل، المنحنى بتاعي حيشوف تحت. لو اكس اكبر من الواحد، المشتقة الثانية اكبر من الصفر، اذا المنحنى بتاعي حيتفرج الى فوق، حيبقى التحدب الى اعلى. اذا المنحنى تبعي اتوقع انه حيكون بهذا الشكل، هذا المنحنى هنا هذه صغرى وهذه حتبقى ايه؟ النقطة العظمى. يلا تعال نمثل الرسم الآن بالمعلومات التي حصلنا عليها. عندنا محور اكس واي، هنا محور اكس. إذا عندي أول نقاط، النقاط اللي موجودة عندي الصفر والواحد، يعني هذه المعلومات اللي موجودة معايا، والاثنين. طيب الصفر هو يقول لي إيه؟ إذا كانت المشتقة، طيب خلونا إحنا في التحدب. لو إكس أقل من واحد، التحدب عندي لأسفل. طيب أبدأ أمثل النقاط الحرجة. النقاط الحرجة عندي هو قال لي إف زيرو صورتها حتكون بالإيه؟ بالواحد. يعني مثلا لتكون هنا الصفر صورتها إيه؟ هنا عندي هذه النقطة صفر واحد، نقطة حرجة. والاثنين هذه اثنين، وثلاثة مثلا حتكون هنا مثلا هذه نقطة حرجة. طيب ويقول لي ايه؟ المشتقة الثانية بأقل من الصفر، لو كانت الإكس أقل من الصفر في المنطقة أقل من الصفر وأكبر من الاثنين. إذا في هذه المنطقة المشتقة أقل من الصفر، يعني حتكون إيه؟ حتكون تناقصية. طيب المشتقة الثانية اللي فيها التحدي تقول لي لو كانت الإكس أقل من واحد، حيكون عندي إيه؟ المنحنى مفتوح، حيكون إيه؟ التحدب إلى أسفل، يعني حيكون بهذا الشكل أهو، بداية أهو التحدب. طيب وبعدين من عند الواحد، اهي من عند الواحد يبدا المنحنى حقي يغير، حقلب الكأس، هذا حقلب الكأس، حقلب هذا الكأس او بهذا الشكل.
حقلب هذا الكأس أو بهذا الشكل. إذا عندي النقطة هذه نقطة صغرى، وهذه النقطة نقطة عظمى محلية. إذا هذه حنقول عليها نقطة محلية، لأنه بصوا عندي إكس أقل من الصفر، يقول إيه؟ يعني بالفعل حق البيان الصحيح عندما إكس أقل من الصفر المنحنى تناقصي، أو من عند الصفر. إكس أكبر من اثنين أو من عند الاثنين المنحنى برضو إيه؟ تناقصي، إذا ممتاز. بعدين يقول لي لو الإكس بين الاثنين واحد، أو بين الواحد والإكس إذا كانت بين الصفر والاثنين، أو من حد هنا لهنا تزايدي، بالفعل هو تزايدي. طيب التحدب لو اكس اقل من الواحد المنحنى متحدب الى اسفل، لو اكبر من واحد التحدب الى اعلى. وبكذا نكون اكملنا هذا المنحنى. يبقى في الحقيقه مع جزء اخير حقوله في هذه المحاضره، اللي لو في عندي داله كسريه. طبعا احنا تكلمنا على الخطوط التقاربيه، حوضحها في هذا المثال. مثال حوضح، لو عندي f of x، طبعا احنا شرحنا في النهاية شرحنا الخطوط التقاربية، لكن حنوضحها برضو مرة أخرى في هذا المثال. طبعا لما يكون عندي دالة كسرية يحتاج أنتبه كثير، لأنه في عندي مقام، لأن وجود المقام في الحقيقة يحتاج مني إيه؟ برضو مطلوب الرسم هذه الدالة. طيب في الحقيقة في البداية لما نجيب حل المسألة بهذا الشكل، في البداية لابد إيه؟ أوجد النقطة ونقاط الانفصال. طبعا الدالة معرفة. ألو؟ أيوه يا شباب. الدالة معرفة بشرط المقام، لا يساوي الإيه؟ الصفر. طبعا المقام لا يساوي صفر، ححل هذه المعادلة إكس تربيع ماينس 4 يساوي الصفر. وبالتالي عندي هنا اكس تربيع يساوي 4. او حل فرق بين مربعين هيدي لي شباب. صوتك في صدى يا دكتور. طيب خليكم معي، خلاص قربنا نخلص. لما احل هذه المعادله، اما احلل هنا فرق بين مربعين يا شباب، يعني ممكن تكون بالشكل هذا اكس ماينس 2 أو إكس زائد 2، وأحل هذه المعادلة أساوي بالصفر. هذه حتعطي لي إكس ب 2، وهذه حتعطي لي إكس ب سالب 2. إذا القدر عندي ماينس أور بلاس 2. إذا الدالة معرفة بشرط، أشيل السالب 2 و 2، وراح أكتب أقواس بهذا الشكل، ما أعملش كذا، كذا غلط. إذا الدالة معرفة بشرط، يعني معرفة لجميع قيم x بشرط ال x لا تساوي 2 ولا سالب 2. طبعا هذا حتفيدني كثير. طيب قبل ما اوجد النقاط الحرقة في المسألة، لما تكون عندي دالة كسرية اروح ادرس ايه؟ الخطوط التقاربية الرئيسية. الخطوط التقاربية الرئيسية والأفقية. طبعا الخطوط التقارب الرأسية في الحقيقة هي حتكون السالب 2 و 2، فأنا أوجد النهايات عندما إكس أقول له سالب 2 و 2، أروح أشوف الدالة بتاعتي حتروح فين، ما لا نهاية ولا سالب ما لا نهاية. إذا الاثنين والسالب 2 اللي حيبقى إكس بسالب 2 وإكس ب 2، في الحقيقة هذه خطوط التقاربين الرئيسيين اللي حيكونوا بهذا الشكل، هنا هذا 2 وهذا سالب 2. طب اشوف الداله بتاعتي، طبعا الداله هنا ايه؟ الداله حدرس، طبعا حدرس عندما اكس تؤول الى الاثنين من ناحيه اليمين، وسالب 2 عندما الاكس تؤول الى سالب 2 ايه؟ من ناحيه الشمال. واروح اجيب الداله اكس تربيع على اكس تربيع ماينس 4. طبعا في الحقيقه هنا وجود التربيع
لو في قيمة سالبة حتبقى موجبة، وبالتالي الناتج حيدي لي ايه؟ حيدي لي موجب ما لا نهاية. طبعا انا لما اقول اكس اقول 2 من ناحية اليمين يعني حاخذ 2 زائد ابسلون، يعني زائد قيمة مثلا صغيرة جدا. فسواء اخذت قيمة موجبة من ناحية اليمين او لما ادرس النهاية عندما تقول الاثنين او الاثنين من ناحية سواء من ناحية اليمين او من ناحية الايه من ناحية الشمال هيدي لي الناتج موجب ما لا نهاية، هيعطيني الناتج موجب ما لا نهاية سواء درستها من ناحية اليمين او من ناحية الشمال. يعني لو اخذت اثنين برضه قريبة من درستها من الشمال، لو درستها برضه من ناحية الشمال لان عندي هنا اكس تربيع اكس تربيع هيدي لي الناتج ايه موجب ما لا نهاية. أو حقول ليميت عندما اكس ايضا عندما اكس تؤول الى الاثنين من ناحية الشمال برضو حيعطيني الناتج ايه؟ حيعطيني الناتج طبعا هو نفس الكلام ايه؟ حقول اكس تربيع على اكس تربيع ماينس 4 حيعطيني برضو ايه موجب ما لا نهايه. نفس الحكايه لو اخذت النهايه بالنسبه لاكس تؤول الى سالب 2 سواء من ناحيه اليمين او من ناحيه الشمال حيجيب لي نفس الناتج، لانه في الحقيقه عندي هنا الداله زوجيه زوجيه وحيكون في عندي تماثل حول محور بعض. اذا نفس الشيء، اذا حنقول نفس الشيء لو حسبت النهايه عندما اكس تؤول الى سالب 2 سواء من ناحيه اليمين او من ناحيه الشمال الداله ايه حتؤول الى موجب ما لا نهايه، يعني حيعطيني نفس الناتج. طيب ففي الحقيقه هذه النقطه هامه لانه حتساعدني في الرسم. طيب برضو خط تقاربي اخر اللي هي ايه؟ الخطوط التقاربيه. الخطوط اذا رقم 2 حرسم الخطوط التقاربية الرأسية، الخطوط التقاربية الأفقية اللي حتكون ايه بهذا الشكل. طبعا خطوط التقارب الأفقية تأتي من حساب ايه، طبعا هذا الكلام شرحناه بالتفصيل في درس النهاية لكن ايه حنعيده. عندما اكس تؤول الى موجب في مسألتنا عندما اكس تؤول موجب مالا او زائد مالا حيعطيني نفس الناتج، لانه في الحقيقه عندي هنا اكس تربيع لو في قيم سالبه ايه حتتربع وبالتالي حيعطي لي نفس الناتج اللي هو ايه حق واحد. طبعا احنا كنا لما نحسب النهايات كنا نقول اذا كان درجه البسط نفس درجه المقام اذا حيعطيني الناتج معامل اكبر اسفل البسط على اكبر معامل اسفل المقام ويعطيني واحد. اذا عندي الخط التقاربي الافقي واي تساوي واحد. يتبقى معي ايه؟ اروح احسب النقاط الحرجه. احسب النقاط الحرجه واشوف لو في نقاط انقلاب، لو استطيع اوجد نقاط التقاطع مع المحاور وهكذا بحسب امكانيات. طبعا الجهد صراحه في يتوقف على نوع المساله. الان حنوجد النقاط الحرجه كما اعتدنا قلنا لايجاد النقاط لايجاد النقاط الحرجة أحل هذه المعادلة، يعني أوجد المشتقة وأساويها بالصفر وأحل هذه المعادلة. طبعا عندي هذه الدالة الكسرية ننتبه لها، إذا حيبقى أهو المشتقة دالة كسرية. طبعا احنا الدالة الكسرية خلاص حشطار في حساب الإيه في حساب مشتقة الدالة الكسرية. راح أقول مربع المقام أو إكس تربيع ماينس 4 حربع المقام مربع المقام المقام في مشتقة البسط، مشتقة البسط باثنين اكس خلاص ناقص البسط في مشتقة الايه؟ في مشتقة المقام. طبعا احنا قبل كده قلنا النقاط الحرجة هي النقاط اللي تجعل لي المشتقة دي بصفر او النقاط التي تكون عندها المشتقة غير معرفة. طيب المقدار موجود في البسط، انا لو بسطته لاحظوا معي
هنا عندي 2 اكس تربيع وهنا 2 اكس في اكس تربيع و2 اكس تربيع حيروحوا مع بعض، يتبقى لي ماينس، هضرب هذا في هذا، هذا اللي حيتبقى لي، حيتبقى لي ماينس 8 اكس على اكس تربيع ماينس 4 لكل تربيع. طبعا لما اساوي بالصفر ما هي قيم اكس اللي حتجعل لي بصفر؟ في الحقيقه في عندي اكس بصفر، يعني احد الجذور اكس بصفر، يعني احد جذور المشتقه الاولى اكس بصفر، هذه نقطه حرجه، نقطه حرجه. طيب في نقاط اخرى حرجه لو حطيت الاكس باثنين او سالب اثنين، لانه قلنا النقاط الحرجه ان تكون المشتقه عند هذه النقطه بصفر، او تكون المشتقه عند اكس غير معرفه، او تكون اكس غير معرفه. فالمشتقه هنا غير معرفه عند ايه؟ عند اكس تساوي 2 اور اكس تساوي سالب 2. لكن الاكس 2 وسالب 2 لا تنتمي الى نطاق الداله، يعني هذه القيم لا تنتمي الى نطاق الداله، وبالتالي ليست نقاط حرجه. انتبه لهذه النقطه، لان عشان اقول عن نقاط حرجه لابد تنتمي الى، وإنما في الحقيقة هي خطوط، خطوط تقاربية. طيب الآن يبدو أن احنا أصبحنا جاهزين للرسم. في الحقيقة في عندي نقاط هامة اللي هي اكس بسالب 2 خط رأسي، بصفر نقطة حرجة، 2 خط رأسي، هذه خط رأسي اكس تساوي، وهذه اكس تساوي، وعندي برضو خط أفقي اللي واي تساوي 1. في الحقيقة المعلومات حتساعدني كثير. طيب قبل الرسم حنعمل الجدول التالي، نعمل الجدول التالي أو نكون الجدول اللي في الحقيقة حيساعدني حدرس التزايد والتناقص. فمثلا حقول عندي الفترة، الفترة، وأقول إشارة المشتقة. طبعا بالنسبة لإشارة المشتقة f of x لو تغيرت من زائد إلى ناقص حتبقى عظمى، لو من ناقص إلى زائد حتبقى صغرى. وحقول إيه الخلاصة. طيب إيش الفترات اللي عندي في الحقيقة؟ الفترات أهو من عند سالب ما لا نهاية، من عند سالب ما لا نهاية إلى سالب 2، وبعدين عندي من سالب 2 إلى 0، وبعدين عندي من صفر إلى 2، وبعدين عندي من اثنين إلى ما لا نهاية. عندي هذه الفترات، وهذه الفترة، وهذه الفترة، وراح أكون هذا الجدول. طيب ففي الحقيقة هذا الجدول حيساعدني كثير في الحسابات. واخذ قيم مثلا هنا إشارة المشتقة الثانية، يعني اخذ قيمة معينة مثلا سالب 3 واحسب قيمة المشتقة عند سالب 3. اريدكم تحسبوها بس انا عشان الوقت حيطلع لي هنا الإشارة موجب، احسبوها انتم. هنا مثلا بين سالب 2 و 0 حاخذ ايه؟ واعوض في المشتقة الأولى، المشتقة مثلا عند قلنا ايه مثلا سالب 1، حتطلع لي الإشارة ايه؟ حتطلع لي الإشارة موجبة. من صفر واثنين حاخذ مثلا المشتقة عند 1، المشتقة عند 1 حتطلع لي الإشارة سالبة. من اثنين وما لا نهاية آخذ مثلا المشتقة عند 3 حتطلع لي الإشارة سالبة. الخلاصة عندي هنا، عندي هنا الدالة التزايدية، عندي هنا الدالة، الدالة هنا تزايدية، هنا عندي الدالة تزايدية، وهنا عندي الدالة تناقصية، وعندي هنا الدالة تناقصية. واضح انه عندي هنا عند النقطة صفر، يعني من خلال هذه البيهيفير الدالة بتاعتي حتكون ايه؟ عند بين السالب 2، لأنه هذا خط، هذا حيبقى خط منقط، هذا اكس سالب 2 هذا خط رأسي، وعندي هنا 2. طبعا البيانات في الجدول حتساعدني في الرسم،
يعني الدالة بتاعتي هنا حتكون ايه؟ عند هذه النقطة حتكون بهذا الشكل. طب الدالة برا هنا حتكون ايه؟ تزايدية، يعني حتكون بهذا الشكل. وتروح إلى ما لا نهاية. لأن احنا قلنا عندما اكس تؤول إلى سالب 2 من ناحية اليمين أو من ناحية الشمال حتروح الدالة ما لا نهاية. أو من هذه الناحية حتروح إلى برضه ايه؟ ما لا نهاية. إذا في الحقيقة احنا نحتاج نرجع بس نصحح فوق، احنا نحتاج ايه؟ دراسة عند 2 من ناحية اليمين، وهنا عند في الحقيقة عند سالب 2 من ناحية الشمال، لأن هذا عندي خط رأسي وهذا خط رأسي، فنحتاج هذا 2 وهذا سالب 2، فنحتاج أدرس النهاية عندما اكس تؤول 2 من ناحية اليمين، وعند سالب 2 عندما اكس تؤول من ناحية الشمال. تقريبا الآن أصبحت المعلومات كافية، نستطيع الآن مثل الرسم. طبعا نحاول برضو نوجد نقاط التقاطع مع المحاور. في الحقيقة لو حطيت الاكس بصفر هتدي لي ايه؟ الواي بصفر، وهذه اهم نقطة. ولو حطيت الواي بصفر، طيب في هذه اهم نقطة، بالتالي الرسم بتاعنا حيكون بهذا الشكل. خلوا احنا نرسم الآن. إذا الرسمة اللي حنرسمها هتبقى بهذا الشكل. طبعا اروح احدد المحاور عندي. لو عندي هنا مثلا هذه عندي واحد، خلينا ناخذ لون اخر. هذه واحد، واحد مثلا قلنا واحد، اثنين، وهنا عندي سالب واحد، سالب اثنين. طيب فاول خطوط عندي ايه؟ اهو هذه الخطوط الرأسية. هذا اكس ب ب 2، هذا اكس ب 2، وعندي هنا اكس ب ب سالب 2، وعندي ايه؟ هذه الخطوط الرأسية. طيب نجي للخطوط الأفقية. الخطوط الأفقية واي بواحد، واي بواحد يعني حقطع النقطة دي بواحد، إذا حيبقى بهذا الشكل اهو. هذه واي بواحد، هذه واي بواحد. طيب خلاص انا قد استفدت من هنا الرسمه. المنطقه بتاعتي هنا حتكون عندي ايه؟ الداله التزايده لا حد الصفر. طبعا الكريتيكال بوينت هذه الكريتيكال بوينت، النقطه الحرجه الصفر، او من 2 الى الصفر تزايديه من خلال الجذور السابق، وبعدين من 0 الى 2 تناقصيه، راح يبقى بالشكل هذا. طيب طيب اجي الان للمعلومه الثانيه. لو اكس لو اكس اقل من سالب 2، يعني عندما اكس تؤول الى سالب 2 اهو من ناحيه الشمال، المحراب بتاعي حيبقى بهذا الشكل، حيبقى تزايدي برضو من هنا عندما اكس تؤول الى 2 من ناحيه اليمين، حيبقى المحراب بهذا الشكل. وبكذا نكون في الحقيقة حاولنا تغطية سريعة جدا جدا لرسم الدوال. حكتفي بهذا القدر.